ورحمة الله وبركاته. ناخد السؤال الأخير في ليسون 1 في تيست يور سيلف. تمام. بيقول لي هنا لما نعمل كروسنج لتو بيا بلانتس، واحد هايبرايت بيربل فلاور تمام مع لونج ستيمت، والتاني وان وايت فلاور وذ شورت ستيمت، سو ذا برسنتيج اوف بيربل فلاور بلانتس ريزلتد فروم ذيس ميتنج از. هنا بيقول لي ان هو هايبرايت وبيربل ولونج ستيم تمام، لكن جه في الاخر بيسالني نسبه او البرسنتج بتاع البيربل فلاور، وما سالنيش على اللونج ستيم ولا الشورت ستيم. خلاص يبقى انا الغي من دماغي وانا بحل الكويشن ان انا اشتغل بس على الايه الهايبرايت بيربل فلاور مع وايت فلاور. تمام، نشوفهم كده هنا هيبقى شكلهم عامل ازاي. هاي برايد بيربل وده وايت تمام، هيدي هنا 1 جينوتايب 1 جاميت تمام، وهنا 2 تايبس اوف جاميت تمام. هنعمل كروسنج هيطلع لي 50% وايت و 50% بيربل، 50% بيربل و 50% وايت تمام. هو هنا بيسالني السؤال ايه بقى، بيقول لي البرسنتج بتاع البيربل فلاور تمام، البيرسنت هيبقوا 50% تمام، 50% النص بالظبط، ادي 2 وايت و2 بيربل، البيربل حتى مقسومين نصهم هاي برايد ونص لا هما الاثنين هاي برايد سوري. يبقى ال 50% ايه 50% بيربل وهاي برايد جينوتايب. خلاص يبقى ده كده اجابه ده اللي هو 50%. طيب تعالى للتاني، بيقول لي النمبر بتاع ريزلتد جاميتس، هو عايز النمبر بتاع الجاميتس، ما تدخلش نفسك في متاهات كبيره، ده النم عايز النمبر بتاع ايه الجاميتس تمام، اللي ناتج عن الكروسنج بتاع اللونج ستيم دي بلاند كارينج بيربل فلاورز مع الجينوتايب بتاع الايه ده، وير اتس جينوتايب تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ام ار سمول ويز بلاند كارينج ريسيسيف تريتس. الريسيسيف تريتس يعني تي سمول تي سمول ار سمول ار سمول، نشوفهم كده اهو الريسيسيف تريتس، والتاني الجينوتايب بتاعه تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول تمام. هنعمل ايه ال 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 ده هنجيبه هنا في الايه في الفيرتيكال، عنده كام جينوتايب تي كابيتال تي سمول والتاني تي كابيتال تي سمول تمام، يبقى الجاميت الواحده هي وان تايب واحد تمام اللي هي تي سمول تي سمول تمام. وتعالى هنا التاني ده هنطلع منه كام تايب من الجاميتس، ادي تي كابيتال ار كابيتال تمام، وبعدين تي كابيتال ار سمول، وبعدين تي سمول ار كابيتال، وبعدين تي سمول ار سمول، يبقى 1 2 3 4. طب وده ما هو هو ده، يبقى هو عايز التايبس بتاع الجاميتس، يبقى 4 تايبس اوف جاميتس، 4 ايه 4 تايبس اوف جميل، يبقى 4 تايبس اوف جميتس. عيد الفيديو وزيده لحد ما تفهم وانا بشرح لك على الورق وراسم لك، واتمنى للجميع التوفيق، واي سؤال ابعته وتابع معايا في الفيديوهات القصيره سؤال بسؤال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ولا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب تمام، والسلام عليكم ورحمه الله.